صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. دائما وأبدا حبيبنا وتاج راسنا، وبنجدد العهد وبنصلي ونسلم على أفضل مبعوث حبيب رب العالمين وسيد المرسلين سيدنا محمد. عايز أقول إن أول حاجة نزلت في وحي الحق سبحانه وتعالى كلمة اقرأ. ربنا سبحانه وتعالى في أول كلمة وفي أول رسالة وفي أول نداء وفي أول هدية لسيدنا النبي قال له اقرأ، يعني اتعلم، يعني افهم، يعني تدبر، يعني استفهم، يعني اعرف معنى الأشياء. فاللي يقول لك إن الدين أفضل أو أعظم من العلم قول له أنت ما بتفهمش حاجة وما تعلمتش دين وما تعلمتش حاجة في حياتك. علمونا زمان في المدرسة لما كان في مدارس وكان في تعليم، عارف يعني حاجة كده وحشتنا قوي، يعني ما كانش فيه سيستم بيقع، ولا كان فيه حاجة اسمها تابلت، بس اتخرج من عندنا علماء على مر العصور والتاريخ يشهد، سواء كان العرب أو المصريين على وجه الخاصة، خرجوا علماء. علماء بمعنى كلمة علماء، أثروا في حياة البشرية، ولغاية النهاردة في علماء بيخرجوا من عندنا وبيأثروا في البشرية. عارف ليه؟ زمان كانت المدرسة، عارف زمان دي كانت المدرسة كنا بنحب نحيي العلم، والله حياة ربنا كنا بنستنى لحظة تحية العلم علشان عينينا تدمع. مفيش الكلام ده دلوقتي خالص خالص، ولا حد بقى يحب يقف طابور، ولا بقى فيه اهتمام سواء من الطلاب أو التلاميذ أو المدرسين. عندنا منظومة صعبة شوية، مش هقول عليها منظومة فاشلة عشان عيب، عشان احنا ناس مؤدبين، لكن هقول عليها منظومة لم يثبت نجاحها حتى هذه اللحظة. ومستوانا في التعليم مستوى رديء، ومرتبتنا في التعليم مرتبة متدنية. عندنا أخطاء رهيبة، والحمد لله إن كلامنا مسموع وكلامنا بيوصل، وبناء عليه بتتغير المفاهيم سواء أنا أو غيري أو أي حد من المصريين الشرفاء المحترمين. علمونا زمان في المدرسة إزاي نحبها، والله العظيم إزاي تحب المدرسة، إزاي تحب المدرس والمدرسة. عرفونا زمان في المدرسة يعني إيه كلمة بلادي، عرفونا زمان في المدرسة يعني إيه علم. أصل من غير علم، صدقني من غير علم مش هتتحرك،
ومش هيعلو شأنك ومش هيكون ليك كيان من غير العلم. مفيش حياة. مع أول رسالة من ربنا سبحانه وتعالى الكريم اللي خلقنا كانت رسالة واضحة: اقرأ يا محمد، اقرأ يا نبي الله، اقرأ يا خير خلق الله. يا رب الرسالة توصل لكم، يا رب الرسالة تفهموها. الرسالة دي لكل واحد إنسان بيعيش على هذا الكوكب. من غير علم مفيش حياة. يمكن أكون زعلان، ومصريين زي كتير جدا زعلانين من اللي بيحصل. أصل السيستم وقع، حاجة تزعل. أصل لسه مش عارفين التابلت هيبقى أولادنا في الثانوية العامة هيمتحنوا عليه ولا هيمتحنوا ورقي، إيه الموضوع؟ برضو لسه مش عارفين. علشان كده قبل ما أقول رسالتي، اوعى تتكبر انك تسأل في اي لحظة من اللحظات. اوعى تتكبر لغاية ما تموت. اسأل، اتعلم، افهم، استشير، استفهم، مش عيب. عارف لحظة ما تتكبر على انك تسأل تبقى وضيع وما بتفهمش حاجة وما تعلمتش حاجة في حياتك. يوم ما تتكبر انك تسأل تبقى انت عايش غلط، تبقى مش هتتقدم، مش هيعلو شأنك ولا هتتغير للأحسن طالما تكبرت على السؤال. طول ما انت ماشي اسأل، استشير، وتعلم. ماشي. انا النهاردة معايا لقاء حصري مع الدكتور حاتم زغلول، واللي انا اتشرفت واي حد يتشرف ومصر كلها لازم تتشرف بان عندنا عالم من علماء الرياضيات في العالم بيصنف من العشرة. خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده عشان الكلام ده خطير قوي. الدكتور حاتم زغلول بيصنف من العشرة اللي أثروا في تاريخ البشرية في علم الرياضيات. مين حاتم زغلول؟ للي ما يعرفش، الدكتور حاتم زغلول ده يا جماعة هو مخترع الواي فاي في العالم، ومطور شبكة التو جي والثري جي والفور جي والفايف جي لغاية آخر حاجة في الجي. طب منين الدكتور حاتم؟ من امبابة. الدكتور حاتم من امبابة، من مدينة التحرير بامبابة. كان في مدرسة ايه الدكتور حاتم؟ كان في الكوليدج مش عارف ايه امريكان سيستم. ما حصلش. خريج جامعة امريكية؟ مفيش. امال منين؟ خريج مدرسة امبابة الإعدادية للبنين. مع احترام لحضراتكم، خريج مدرسة الاتحاد بمدينة التحرير، خريج مدرسة الحرية بمدينة التحرير في امبابة. وفي الثانوية كان في مدرسة الأرمان. أنا عملت معاه لقاء حصري ولله الحمد. هعرض على حضراتكم النهارده جزء من
لقائي معه، نشوف كده التقرير ولقائي معاه عشان هنعلق بعد هذا اللقاء على كلمات الدكتور حاتم زغلول اللي أنا بعتبره يستحق، مش أنا بقى ده العالم اللي عمل كده، بس للأسف لسه معرفش إزاي ما خدش جائزة نوبل. ياريت نعرض، اتفضلوا نشوف مع بعض. أنا النهاردة في لقاء السحاب زي ما بيقولوا، في ناس قابلت الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه، وفي ناس قابلت علماء كتير في حياتهم، لكن أنا النهاردة بقابل العالمي ابن مبابة الدكتور حاتم زغلول، اللي الناس بتقول إحنا بنتدلع على حسه. يعني إيه بنتدلع على حسه؟ الدكتور حاتم زغلول يا جماعة هو مخترع الواي فاي في العالم. منور الدنيا يا دكتور. منورنا والله. احنا لنا الشرف ان انت حضرتك تبقى معانا في هذا اللقاء، يعني شرف ليا وان انت منحتنا هذا اللقاء. ربنا يبارك في حضرتك ويديك الصحه الله يكرمك. انت ابن امبابه وبتفتخر ان انت ابن امبابه؟ اكيد قاعدين في امبابه دلوقتي. ده حتى انا استغربت تقول لي انا هصور في امبابه، واصور عند مدرستي في الابتدائي بالظبط، واصور عند بيتي بالظبط. انت حضرتك مقيم فين يا دكتور دلوقتي؟ لا اقامتي في مصر، عاده في الغردقه يعني. لكن حسب معلوماتي ان حضرتك مقيم في كندا. انا خدت هجره لكندا وقعدت 25 سنه، وبعدين رجعت في 2008 وعايش دلوقتي في الغردقه. ما شاء الله. طيب حضرتك يا دكتور، يعني الموضوع جه معاك ازاي؟ يعني العبقريه او انت كنت طالب عادي في المدرسه؟ لحد تانية ثانوي كنت طالب متفوق. كنت طالب متفوق لغايه تانية ثانوي؟ بعد كده ظهر نوع من النبوغ في الرياضيات والفيزياء. ده اللي بنى كل حاجه. طب لقيت حد في مصر ساعدك؟ يعني مثلا مدرسين، الوالد الوالده رحمه الله عليهم؟ لا كل دول طبعا، يعني انا اعتبر سر النجاح كله ما بين الوالدين. يعني الوالدين، والدتي كانت مديره في التربيه والتعليم ومدرسه قبل كده، فوجهتنا توجيه مهم قوي، وهو من ذاكره كان دورنا الرئيسي. يعني وهي طالعه السلم تقول ذاكر يا حاتم، وهي نازله السلم تقول ذاكر يا حاتم. وياما ما كانش فيه بقى ان احنا نعصي الوالدين، يعني ما كانش. كنت شاب مطيع جدا، فهي ما كانتش عارفه اني كنت فعلا بذاكر. يعني كل ما تقول لي ذاكر فذاكرت كتير قوي قوي، يعني وقريت كتب لا حصر لها الحمد لله. طب بلا شك الفضل الاول يعود للوالده، وبعدين الوالد كان متفتح جدا فعلمني حاجات مهمه جدا في الحياه. كان حاصل على ايه الوالد؟ لا هو كان سكرتير في وزاره التربيه والتعليم، وبعدين اتنقل سكرتير في اداره البعثات في لندن. ما شاء الله. وقعد فيها حوالي 6 سنين، وبعدين اتنقل من البي بي سي اشتغل فيها بقى 20 سنه او حاجه. ما شاء الله. والوالده رحمه الله عليها كانت مديره في التربيه والتعليم. طيب يعني برضه كان في اخوات لحضرتك؟ احنا الحمد لله يعني احنا سته. سته اولاد؟ سته اولاد. سته. مفيش بنات؟ اربع اولاد واثنين بنات. ما شاء الله. بس اذكر طبعا ان يعني الفضل برضه يعود للتعليم. التعليم كان كويس جدا في مصر وانا صغير. المدرسين كانوا كويسين جدا، المدرسين بتوع الرياضيات والفيزياء. ما خدتش دروس خصوصيه؟ درس واحد مره واحده. يعني هو درس واحد قعدت مع مدرس مره عشان ينطقني فرنسا. مره واحده؟ مره واحده. يعني انت عاوز تقنعني ان حضرتك ما خدتش درس خصوصي واحد؟ هي درس واحد محاضره واحده. كنت بتفهم من مدرس المدرسه؟ طبعا. كان كده. ده كلام خطير. لا التعليم الجامعي كان نفس الشيء طبعا. يعني يعني مثلا انا اسف، كنت بتفهم من مدرس الحصه في المدرسه وما فيش دروس خصوصيه؟ طبعا. وبعدين يعني التعليم كان ممتاز. يعني انا اقول الحق يعني ان انا بعد ما سبت مصر وكنت ادرس بره، بالنسبه لهم كنا متفوقين قوي.
يعني كانوا بيسالوا ازاي بالنسبه لنا بالنسبه لهم هم الاجانب. بالنسبه للاجانب احنا كنا متفوقين قوي يعني. مثلا ايه اقول لك، اما تعمل ماجستير في كندا، الجامعه اللي انا كنت فيها وعامه في كندا وامريكا، لازم تاخد 6.5 كورسات يعني 3 فول كريدتس. تمام. وعاده بياخدوهم في ترمين او 3 ترمات. انا خدت 10.5 كريدت يعني 5 فول كريدت في ترم واحد عشان اوريهم يعني عضلاتنا كمصريين. ما شاء الله. والمتوسط كان ايه؟ كان معاك مصريين تاني ولا حضرتك كنت لوحدك؟ انا في الجامعه اللي انا فيها كنت مصري. مصر الوحيد. ما قلقتش من الغربه؟ لا، عشان والدي كان عايش بره وتعليم. يعني ابتديت اتربى معاه وكده. يعني الغربه كانت بالنسبه لي طبيعيه، هي الطبيعي يعني. طب ايه العلامه الفارقه في حياتك؟ انت كنت ممكن تبقى، انا اسف يعني، مهندس عادي موجود في مصر عايش، طلع على المعاش دلوقتي وقاعد في البيت. لا، هو طبعا كرم الله وفضل الله لا يعلى عليه طبعا، ولا شيء بعد يعني. لكن يعني الحمد لله من التعليم هيئني للقيادة في العلم يعني، ده بلا شك. فانا اتخرجت الاول يعني الاول على الاعدادي ما شاء الله، وفي الترم الاولاني كنت الاول برضه بفارق كبير. انا زهقت بقى يعني، انا الاول بفارق كبير يعني ايه، خليني العب شويه. فبقيت احافظ على الامتياز، وكنت الثاني لحد السنه الرابعه. وفي الرابعه خدت امتياز، وبس ده كل اللي كنت عايزه ما شاء الله. ف5 سنين امتياز. انت حضرتك هندسه القاهره؟ هندسه القاهره ما شاء الله. فمن الهندسه على طول شركه شيندلر جيب بتدور بقى على الاوائل. يعني التقطتني يعني. فده الحمد لله كان طبيعي الزمن يعني. ما كنتش الوحيد، هم حاولوا يعينوا ناس ثانيه، بس انا اخذت الاتجاه ان انا عايز اعمل بعض الفلوس الاول قبل ما اكمل الدراسه. واشتغلت في شيندلر جيب. كنت بتدور على الفلوس الاول؟ لا، يعني ان الواحد يبني نفسه مستقل. اتجوزت وانت عندك كم سنه دكتور؟ 26. ما شاء الله بتجوز صغير. الحمد لله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب انا عاوز اعرف العلامات الفارقه في حياتك، الانجازات العلميه في البحث العلمي، ازاي فكره الواي فاي جات لك، الطفره الغير عاديه اللي تطور يعني خلت حياتك تطورت باسلوب تفوقت على كثير من علماء العالم. هما زي ما قلت توجيهين، اساسي من والدتي وهو مذاكر كتير، والثاني من والدي وهو الانفتاح. يعني ايه؟ ما تقبلش حاجه الا لما انت تتاكد منها. فالاثنين دول مع بعض بقى يعني قرايه كتير قوي في علم غزير، ومعاه ما شاء الله ما بدخلش حاجه في معتقداتي الا اذا كنت انا متاكد منها 100%. تمام. وده مهم قوي في العلم وفي الابحاث يعني. مش ان حد قال حاجه باخدها واصدقها، لا، لازم اتاكد بنفسي من كل حاجه. انت كنت طالب عادي؟ متفوق. متفوق من بعد الابتدائي، فصل متفوقين في المدرسه باب الاعداديه هنا. باب الاعداديه؟ هنا دي على طول ما شاء الله. وبعدين انتقلت لمدرسه الرمان الثانويه النموذجيه هنا، وكان برضه في المدارس في متفوقين كل 3 سنين. ما شاء الله. وبعدين الجامعه الحمد لله من اول بقى امتيازات. امتيازات على طول، اول على الدفعه. في اعدادي في الاولاني من الامتياز. كنت حضرتك قسم ايه في كليه الهندسه؟ هندسه اتصالات. اتصالات. كان قسم جديد؟ لا لا، موجود. يعني هقول لك قصه ظريفه يعني. وانا في اعدادي كان في استاذ اسمه فؤاد رجب، استاذ رياضيات. الرياضيات انا ابتديت اتخذ فيها من اولى ثانوي، اما كانوا دخلونا حاجه جديده اسمها الرياضيات الحديثه. انا لقيت نفسي في الرياضيات الحديثه يعني. لدرجه ان في الثانويه العامه بيكتب الكتب واللي بيعمل الامتحانات قال لي مفيش معنى للرقم الفلوس كوجوده. ورقتك هتتعب يعني، الحلول بتاعتك مختلفه. وصلت للمرحله طبعا كنت بحل حلول ما درستهاش. ما شاء الله. الحمد لله يعني. وحلول صحيح توصل لنتائج؟ لا، انا بجيب الحل الاعم واقول له انت عايز الحل ده.
يعني الحل العام في اربع حلول. يعني يعني وانت صغير اخترعت مسائل الرياضيه؟ اخترعت حلول ما عرفتهاش انا، لكن ما اقولش انا اخترعت، لان الحلول دي معروفه، ابتكارات، حلول معروفه من اللي اعلى مني ما شاء الله. فاما ربنا اعدادي واحد صاحبي فكرني بالقصه دي، فالدكتور فؤاد رجب كان بيحب التفاعل مع الطلبه، فكان يكتب المساله ويدي الطلبه تحلها. المساله دي انا عليها صعبه، فراح ايه قال قولوا لي الخطوات اللي بعديها. فكتب المساله ورحت انا مزعق حاجه يعني. فقال غلط حد تاني. في ثلاث اربع خطوات بعدين وقف بلم واتلف بعدين قال مين اللي قال كذا كذا كذا. انا خفت بقى لا بعد ما قال غلط هيبهدلني يعني. في الاول المدرس الرياضيات قال لك دي غلط. طبعاً اتلفت وهو ماشي بالخطوات اربع خطوات تقريبا. وجي في الخطوه الخامسه قال مين اللي قال كذا كذا كذا. طبعا قلت له انا. فقال لي يعني ايه الفضيحه دي؟ فوقف قال لهم سقفوني ما شاء الله، لان انا كنت قايل لي الحل في الخطوه الخامسه. يعني حليتها كلها ما شاء الله وانت واقف يعني في ثواني. هو كتب المساله حليتها في دماغي وقلت له. فانا الخطوه الاولى بالنسبه لي كانت الحل. ما كنتش بتساعد بقى زمايلك الرياضيات دي من اصعب الاشياء؟ طبعا لا لا، كنا بنعمل مذكرات وبنعمل حلول نموذجيه للمسائل ونوزعها على الطلبه. وانت طالب طبعا بتوزع الحلول على زمايلك؟ طبعا ما شاء الله الحمد لله. انت عارف حضرتك ان الرياضيات دي سبب من اسباب انقسام التعليم في مصر، كله بيروح راح على ادبي بسبب الرياضيات. سبحان الله. لا هو طبعا للاسف كله بسبب والفيزياء كله بسبب مستوى المعلمين. مستوى المعلمين لو المعلم بيشرح الرياضيات صح، الرياضيات لغه الكون. يعني انا مثلا ممكن اكتب لك معادله رياضيه في سطر علشان اشرحها لك محتاج 200 سطر. ما شاء الله، معادله في سطر تتشرح في 200 صفحه. معادلات كتير مثلا، كل الكهرومغناطيسيه اللي في العالم دي والاتصالات الكلاسيكيه متحكم فيها اربع معادلات. عشان تفهم بقى الاربع معادلات دي بتتكلم على مثلا 800 صفحه قبليها، عرفت 800 صفحه عشان توصل للمعادلات دي. فالرياضيات لغه الكون. انت حضرتك الجمله دي عجباني قوي، الرياضيات لغه الكون. طبعا هي ابسط لغه، يعني اللغه هي وسيله تفاهم. اما انا اقول للرياضي تاني معادله رياضيه هيفهم كل اللي انا بقوله له، كل ال 200 صفحه اللي انا بقول لك عليهم دول هيفهمهم بس بالبص للمعادله دي. انت تعرف يا دكتور ان في طلبه، واكيد حضرتك عارف الكلام ده، تسمع كلمه رياضيات يروح جايب مرشدين ويروح لافف يقول لك انا وقفت التعليم لحد كده. للاسف يعني هو بيقول لك هو سبب المعلمين يعني. فده الرياضيات يعني وجهتني بقى الاتجاه. وانا حصل حاجه ظريفه وانا في ثالثه ثانوي، انا كنت بقول لنفسي وانا حنيل ايه بالرياضيات دي؟ ايوه يعني هاكل بيها عيش ازاي؟ ايوه. فجه دكتور خريج الالمان ادانا محاضره في ثالثه ثانوي، وانا كان اول مره اعرف ان في مسرح في المدرسه. فقعدنا في المسرح وكل ثالثه ثانوي قاعده، فحكى لنا ان هو خريج علوم رياضيات وانه بيشتغل في ناسا وان هو من الناس اللي ساعدوا ابولو انه يطلع القمر. وشرح المدرس ده هو استاذ استاذ رياضيات وكان ساعد ناسا. احنا كان عندنا مدرسين عباقره بقى. طب هو مش مدرس، هو استاذ جامعه يعني. استاذ جامعه دكتور جامعه وعايش بره. فانا ساعتها قلت الرياضيات ليها فايده. حضرتك كنت في ثالثه ثانوي والتقيت بدكتور الجامعه ده، هو القى محاضره وقال لنا يعني الرياضيات مهمه لكذا كذا كذا. فعجبني الكلام، تاثرت وادركت ان ليا مستقبلي. سبحان الله. وفعلا انا كل شغلي بعد كده رياضيات، بس رياضيات مطبقه على علوم جديده. طيب بمناسبه الرياضيات، كانت ايه علاقتك بقى بالرياضه؟ الرياضه العاديه. لا طبعا زي غيري كنا بنلعب كره شراب في الشارع كتير عادي يعني. وبعدين لما كبرت شويه لعبت كره. كان عندك وقت تلعب كوره وكده؟ لكن الهوايه الوحيده كنت بلعب ماتش واحد في الاسبوع في الدراسه. وفي الصيف بقى بنلعب ماتشين في اليوم.
وبعدين في الدراسه كلها كان معايا طالب اسمه محمد الراضي، وكان ممتاز جدا في الكوره. للاسف اشيل ركبته فكان يلعب في النادي الاهلي. تمام. فمحمد الراضي ده كنا بنلعب مع بعض قبل كل يوم، يعني نروح المدرسه الساعه 7 الصبح نلعب ماتش نص ساعه. انا عايزك يا دكتور تكلمني عن القصص اللي غيرت مجرى حياتك. دي شك القصه اللي انا حكيتها عن الدكتور رجب دي طبعا ادت ثقه، يعني كان الدكاتره مش بس بيعلموا دي ادت ثقه كبيره قوي. انت لسه قبلها بيوم بتقول انا الرياضيات هتاكلني عيش ازاي؟ بالظبط. فالدكتور رجب لما عمل كده في المحاضره وقال لهم سقفوا لي، دي طبعا ادتني ثقه عاليه. باور. حصل في نفس السنه في نص السنه دكتور اسمه علي حسن مشهور قوي في الهندسه، كان استاذ الرسم الهندسي. والرسم الهندسي كان بيبقى مع الرسم المعماري ال 2 من 150 درجه بتاعتهم 150. نص السنه كان من 30. ففوجئنا بيه بيقول انا بحسن لكل طالب نمرته بنفسه. نمرته بنفسه؟ يعني واحد واحد هيخش حدده نمرته. جميل قوي. فلما دخلت عليه كنت لانه كان شديد جدا. فالكل بيبقى مرعوب. ايوه. كان ممكن يشتم بشد مرعب يعني. مرعب. وشتم فعلا كذا مره في الفصل. فانا داخل طبعا يعني فقال لي انا هقول لك حاجه. اتفضل. قال لي انا عملت كل ده عشان اقابلك لحظه. ما شاء الله. قلت له عمل دي عشان خاطري قابلك لحظه. قلت له خير ان شاء الله. فقال لي انت تفتكر جبت كام من 30؟ قلت له 25. بس كان صعب يعني، والمعماري بالذات. فقال لي طب واي نمره فوق 25 تدفع عليها كام؟ انا مش فاكر بقى. قلت له مثلا 20 قرش حاجه زي كده. القرش له قيمه. ده انبهر بحضرتك. 3 كيلو مستفندي ب 10. حصل له عمليه انبهار بحضرتك. فقلت له 20 قرش بس على كل نمره. فقال لي انت جايب 32 من 30. 32 من 30؟ فقلت له طب ال 2 جم منين؟ قلت له ليه؟ قال لي انا كنت بديك 20 من 20 في مادتي. بتاع المعماري اداك 7 من 10. فقال انت الوحيد اللي خلصت رسمه المعماري وبعدين اكتشفت انك عملتها من المنظور الغلط فمسحتها وعملتها من المنظور الصح. وانت الوحيد اللي مخلص من الاول. يعني فهو ما عجبوش ان انت مسحت فاداك 7 من 10. تمام. فانا مديك 25 من 20 من 20 عشان تبقى ايه؟ فوق ال 30. ما شاء الله. فحصل زي كده بتؤثر في حياتك طبعا وتديك ثقه. بالرغم من انت حضرتك تقول هو كان يعني مخيف او غليظ في التعامل، وجاء عند حضرتك وراح وصفه الاستاذ المعماري كان غليظ جدا. يعني انا شلت الكلام اللي هو قاله عليه. يعني شتمه باشتمام شديده. يعني ممكن نقول انت الطالب الوحيد في العالم اللي خد فوق الدرجه. انا بقول لك في اخر اعدادي. انا سافرت المانيا. يعني استنيت النتيجه كبيره. كانوا هيكلموني ما حصلش والجواب اتاخر. سافرت المانيا كنت رايح بشتغل. وانا يعني اتاخر قوي. فقلت بقى للناس اللي عندهم في المانيا ممكن سقطت في ماده ولا حاجه يعني مثلا يقولوا لي ومش عايزين يبوظوا الصيف. ايوه. وفجاه جاء جواب. فاخويا بيقول في الجواب ده انا رحت اشوف النتيجه. فبصيت في الجيد جدا ما لقيتهاش. بصيت في الجيد ما لقيتهاش. في المقبول ما لقيتهاش. السقطين ما لقيتهاش. قلت الواد ضربت معاه وجاب امتياز. وجاب امتياز. قال بصيت في الامتياز ما لقيتهاش. ما لقيتهاش. قلت لا ده ما بيروحش الجامعه بقى. يعني ده اخو حضرتك. قال لي انا قلت هو برضه مهندس. فقال لي انا قلت انت ما بتروحش الجامعه بقى وبتضحك علينا وبتردد على حاجه يعني. فالفراش لاحظ. لاحظ يعني هتبص مش لاقي. قال له انت بتدور على مين الاثنين؟ مكسوف قوي. قال له يعني رقم الفلوس. قال له لا ده في لوحه لوحده. لوحه لوحده؟ قال لي ان هو جاب نمر فوق ال 100 في حاجات كتيره قوي.
ما شاء الله عديت الفول مارك. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يقول لك كان يدينا امتحان من 8 اسئله، فيقول لك جاوب على قد ما تقدر. هنا صدق حلمي وبدا، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي. الدكتور حاتم زغلول يا جماعة العالمي النابغة العبقري اتعلم تعليم مصري خالص. يمكن انتوا سمعتوا معايا الكلام، كلام في غاية الأهمية، ربما يكون بس عشان احنا كنا قاعدين في مركز شباب امبابة، كان الأطفال بتلعب حوالينا، فيمكن الصوت بس كان إيه يعني حوالينا، والأطفال أنتوا زي ما أنتوا عارفين يعني بنحب نسيبهم براحتهم، فالصوت كان حوالينا صوت الأطفال شوية. ولكن اللي أنا عايز أقوله، الدكتور حاتم لو أنتم ركزتوا في الكلام بتاعه ما كانش بياخد دروس خصوصية. العبقري ده الفز اللي الصحف العالمية كتبت انه هو رفيق الخوارزمي، وانه من العشرة اللي اثروا في تاريخ البشرية في علم الرياضيات. الدكتور حاتم زغلول مخترع الواي فاي ومطور شبكات 2G وال3G وال4G، مصري من امبابة، ما كانش بياخد دروس خصوصية، كان بيفهم من المدرسة، المدرس بتاع المدرسة كان بيفهمه، المدرس بتاع المدرسة كان بيفهمه. اعيدها تاني، كان بيفهم من مدرس المدرسة، ما كانش بياخد دروس خصوصية. هتقولي ده شاذ عن القاعدة، ماشي، بس هو ما كانش بياخد دروس خصوصية وكان بيفهم من مدرس المدرسة. لما سافر بره، خلي بالكم اللي احنا عرضناه لكم ده جزء من اللقاء، لسه هنعدد الاجزاء على مدار الحلقات واحنا ماشيين مع حضراتكم كده ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، لان هو لسه في اسرار قالها كتير في اللقاء، قال اسرار كتير. وانا بمناسبه ده اللقاء ده نازل حصري على قناتي في اليوتيوب، قناة وائل أبو شوشة، قناة اليوتيوب وائل أبو شوشة، اللي عايز يستفيد واللي عايز يعرف الأسرار اللي احنا لسه هنزعها على حضراتكم مع هذا العالم الفز. طيب، لما سافر بره الدكتور حاتم وتابعته معايا، الأجانب هو كان متفوق عليهم بالتعليم المصري، كانوا بيعتبروه جبروت. لما 10 كورسات في الرياضيات او في الاتصالات او في علوم الرياضة ياخدها في ترم واحد، وبقية زمايله من الاجانب في الدول الاجنبية بياخدوا الكورسات دي على 8 ترمات او على 4 ترمات، هو عشان يوريهم قدرة المصري وعبقريته خدهم في ترم واحد. ايه تاني يا دكتور حاتم علمته لنا؟ بيقول لك كنت شاب مطيع لوالدي ووالدتي. الله عليك، الناس طلابنا اللي بيمتحنوا اليومين دول، ولادنا اللي بيمتحنوا النهارده، يا رب توفقهم وتكرمهم يا رب. كان شاب مطيع بيسمع كلام والده وبيسمع كلام والدته،
ده سر من اسرار نجاحه. اصل ما ينفعش يبقى عبقري وفز ونبغى وهو مثلا بيرد على والده ووالدته او بيشتمهم او بيضربهم او بيقل ادبه عليهم، ما ينفعش، مش هيبقى ناجح، ربنا مش هيوفقه، لان هو لم يوفق في طاعة ابوه وامه. ازاي هيوفق في العلم؟ ربنا مش هيمنحه العلم لانه ما قطعش والده وما قطعش والدته. فطاعتك لوالدك ولوالدتك سر من اسرار نجاحك في الحياة. يا رب تفهم الرسالة دي رسالة لشبابنا وشاباتنا واولادنا وطلابنا واخواتنا، يا رب تفهموا الرسالة. اللي عايز ينجح في حياته يسمع كلام والده وكلام والدته. الدكتور حاتم قال ان من اسرار نجاحه انه كان بيسمع كلام والده ووالدته. طيب، من ضمن الاسرار اللي قالها عشان يبقى نابغة كده ويعدي كل هذه الامور ويبقى عالمي ويعد على مستوى العالم من العلماء المؤثرين، خلي بالك. طيب ايه السر التاني؟ بيقول لك كنت كل حاجة اتأكد منها بنفسي. يعني لو جات له معلومة ما ياخدهاش ويسكت، لا، يبحث يقرأ. وانا في لقائي معاه قال لي انا قرأت كتب بعدد شعر راسي. القراءة، اصل احنا شبابنا اليومين دول مشغولين معلش بالتيك توك، بالتيك توك بيعملوا فيديوهات تيك توك عاوزين يتشهروا. اصل التيك توك ده هيوصلنا للشهرة العالمية، هنبقى عالميين في التيك توك. لكن تقرا كتاب؟ مفيش. ما اقرا ليه يا عم؟ انا اعمل لي فيديو كده جميل كده، اعمل تيك توك كده هتشهر. ما هي دي المصيبة، هي دي المصيبة اللي احنا بنعيشها. طيب الدكتور حاتم وهو شاب في تانية ثانوي كان بيخترع مسائل رياضية، خد الأجمل، كان بيعمل مذكرات لزمايله الطلاب بالحلول، يخترع الحلول للمسائل الرياضية، عشان كده ربنا كرمه. لكن النهاردة لو عندك معلومة ما بتقولهاش لزميلك، بتخاف الأحسن يبقى أحسن منك. ده كان بيعمل مذكرات ويوزعها على زمايله الطلاب، عشان كده ربنا اداله من وسع وفتح عليه من وسع. في اسرار كتير في حياة الدكتور حاتم في لقاءاتي معاه وفي لقائي معاه قالها لي، هنعرضها برضو على حضراتكم ان شاء الله في لقاءات قادمة. ولكن عايز اقول لكم هذا الرجل انا لما قابلته ما شدنيش غير حاجة واحدة، التواضع. والله حطوا تحت الجملة دي مليار خط مش مليون. الراجل ده متواضع بدرجة لا تتخيلوها. يمكن انتوا شفتم مستوى الكراسي اللي احنا كنا قاعدين عليه، عادي جدا في مكان عادي، وما طلبش يعني فوتيه ولا طلب ان هو يظهر بمظهر معين، وكان مرتدي زي عادي جدا متناسق كده، مش راجل مسرف، لكن متواضع جدا جدا لأقصى درجة تتخيلها. معلومة لحضراتكم، الدكتور حاتم ملياردير من سنة 93، أيام ما كان المليار مليار، لما اخترع الواي فاي. واخدين بالكم من الكلام؟ الشركات كانت بتتهافت ان هو يمضي لها عشان يعطيهم
نماذج البحث والدقة اللي وصل لها في اختراع شبكة الواي فاي وازاي أثرت على الاتصالات في العالم كله. طالب نبغى بيساعد زمايله، بيطيع والديه، ما كانش بياخد دروس خصوصية، لدرجة ان هو سأل نفسه سؤال، ويمكن لو انتم خدتوا بالكم من الكلام، هي الرياضيات دي هتأكلني عيش ازاي؟ شوف ازاي بقى، سبحان الله، كان رزقه في الرياضيات. انا هاكل عيش منها ازاي الرياضيات دي؟ لغاية ما يقابل دكتور في كلية الهندسة بيتعامل مع وكالة ناسا الفضائية، وازاي الرياضيات تؤثر في العالم، لدرجة ان هو قال جملة جميلة واحنا قاعدين: العالم ده كله عبارة عن مجموعة جمل رياضية. الرياضة مش الرياضة البدنية، الرياضة لغة الكون. طيب في اتصال معانا. الو الو. ايوه استاذ وائل، مساء الخير. مساء النور يا فندم. لو سمحت استاذ وائل، انا كنت عايز اطرح على حضرتك قضيه مهمه جدا، ويا ريت حضرتك تهتم بيها. محتاج اعرف مين معايا بس. مع حضرتك اسلام. ازيك يا استاذ اسلام، امرني اتفضل. الامر لله. استاذ وائل، انا حابب اتكلم مع حضرتك عن موضوع السرقه. اتفضل. السرقه يا استاذ وائل، دلوقتي احنا بقينا كل دقيقه بتحصل سرقه، كل دقيقه بيحصل. حصل معايا شخصيا ومع اخويا سرقه. اتفضل. اخويا اتثبت واتضرب. الصوت يا جماعه في الاعداد لو سمحت يعلى شويه. اترفع عليه سلاح، اترفع واتضرب بقطر في ايديه الاثنين. اخويا كان ممكن يموت، كان ممكن زي اي حد لا قدر الله يتحط له شريطه سودا ونقول حقه لازم يرجع. ده فين حته؟ في انهي منطقه يا استاذ اسلام؟ في انهي منطقه؟ في المريوطيه يا استاذ وائل. المريوطيه؟ اتفضل. هو طالب جامعي وللاسف زيه زي اي شاب دلوقتي ما يقدرش يشتغل عشان الامتحانات. بيجي بعد الامتحانات بيطلع يشتغل. واحد استدرجه من عند عياده الدكتور وقال له انا تعبان، وركب معاه التوك توك وجي اتحرك بيه وراح المكان ده عند فندق كاتراكت. يعني هو طالب جامعي وبيشتغل على توك توك. بيشتغل يا استاذ وائل الساعتين بتوع بالليل بعد ما بيخلص امتحاناته. استحال هيلاقي وظيفة أو شغلانة ساعتين بالليل بعد ما يخلص امتحاناته أو المراجعات اللي بيروحها. طب المهم هو بخير الحمد لله؟ الحمد لله بخير، بس فين بقى الأذية النفسية؟ ثلاثة لمدة نص ساعة بيضربوا فيه بشوم، بيضربوا فيه بقطر، رافعين عليه سلاح. ليه؟ رافعين عليه فرد يا استاذ وائل وبيضربوا بيه في الهواء عشان يخوفوه ويجروه يسيب أكل عيش. طيب أنت حضرتك وحاجة. عملت محضر يا أستاذ إسلام؟ عملنا محضر يا استاذ وائل، وللاسف يعني احنا دايما بنبقى دايما للاسف بنستنى رد الفعل، دايما ما بيكونش عندنا الفعل. طب تم القبض على المتهمين؟ بقى الفعل. تم القبض على المتهمين؟ للاسف لسه يا استاذ وائل، احنا بقى لنا دلوقتي. ده تبع قسم شرطه ايه؟ تبع اسم شرطه ابو النمرس. تمام يا استاذ وائل. طيب هو ال- 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 السرقه سرقه بالاكراه ولا سرقه بسيطه ولا ايه؟ سرقة بالإكراه يا أستاذ وائل. سرقة بالإكراه. يضربوا فيه عشان يسيب حاله وماله. دفع دم قلبه أبوه عشان يجيب له توك توك يشتغل عليه ساعتين، يجيب منه 20 30 50 جنيه يروح بيهم الامتحان تاني يوم. الناس خلاص ما بقاش فيه. أنا بكلم حضرتك. طب هل متعددة السرقة في المكان ده؟ افتح يا أستاذ وائل الهوا للناس وشوف كم قضايا السرقة اللي حصلت. الصوت يا جماعه الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه. الصوت يا جماعه يلا شويه. اتفضل يا استاذ اسلام معاك. امتى يا استاذ وائل؟ لحد امتى احنا خلاص؟ يعني انا اخويا لا قدر الله لو كان مات، انا اخويا واحد مطلعه لي في عربيه كتلزق بيقول لي اخوك كان ميت، كان بيزحف على الارض. لا لا، نازلين ضرب فيه بالشوم لمده نص ساعه. طب فين؟ انا هبقى مبسوط لما ده يجرى له حاجه؟ طيب انا بشكر حضرتك على المداخله، و يعني حاجة برضو من الحاجات اللي تزعل، في سرقة بتحصل،
لسه في ناس ما عندهاش ضمير، لسه في ناس الحياه عندهم ان هم يموتوا واحد ده عادي جدا، شاب جامعي شغال على توك توك بيتعرض لسرقه بالكراه، كان زمانه في عداد الاموات، ربنا يرحمنا جميعا برحمته. احنا محتاجين يا جماعه يبقى في نوع من انواع الاهتمام بالمواضيع دي. الارواح مش سهله، وانا بناشد السيد وزير الداخليه والسيد مدير امن الجيزه والسيد رئيس مباحث قسم شرطه ابو النمرس، وبوجه عنايتهم وبدعوهم يا جماعه موضوع السرقه بالاكراه موضوع ده مجرم عتيد في الاجرام، بصفه ان انا يعني في المجال القانوني وفاهم قوي في المواضيع دي، المجرم اللي بيرتكب سرقه بالاكراه ده مجرم عتيد في الاجرام، التعامل معاه لازم يكون باشد انواع العقوبه. ليه؟ لان ده مجرم مش فارقه معاه ارواح الناس، مجرم هتلاقيه واخد مخدرات ولا هتلاقيه مبرشم ولا هتلاقيه منيل بستين نيله. ليه؟ مش باكي على حاجه، ده يتاخد ويتحبس ويتم التعامل معاه بأشد أنواع العقاب عشان نحمي شبابنا وبلدنا من هذه المشاهد السيئة، المشاهد اللي تزعل، المشاهد اللي تألم. مع احترامي طبعا للاتصال اللي اتصل بيه الأستاذ إسلام، أنا على مستوى مصر مش على مستوى هذه المنطقة، لازم يبقى في حماية للمنشآت والنفوس والأعراض والبنات، لازم نمشي في شوارعنا آمنين، ما ينفعش هذه المشاهد. شوف الفرق بين الاتنين عامل ازاي، واحد بيسرق بالإكراه مجرم في مصر موجود، ما هو المجرمين برضو موجودين لسه، دول لازم يتلموا، دول لازم نلحق نلمهم. أنا بناشد إخواتي في الشرطة المصرية وفي البحث الجنائي، دول ما تتهاونوش معاهم أبدا، اوعوا تتهاونوا مع هؤلاء، دول مش بشر، دول سفاحين. اللي يسرق بالإكراه ويموت واحد ويسرقه منه لله، ده عايز يتذبح، ده عايز يبقى التعامل معاه بأشد أنواع العقاب. نيجي للمشهد اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، العبقري. شوف مصر بتطلع ايه؟ نوابغ. وخلي بالكم في لقاءات تانية هنزعها حصري مع الدكتور حاتم زغلول مخترع الواي فاي، واسرار مش هتلاقوها في اي حته تانية غير في برنامج ضد الفوضى مع المستشار وائل ابو شوشه بفضل ربنا سبحانه وتعالى. مصر فيها الحلو وفيها الوحش، بس لازم نقضي على الوحش، لازم نقضي على هؤلاء، حماية لبناتنا وأولادنا وأطفالنا، لازم شوارعنا تنضف. قبل ما أختم مع حضراتكم، في مبادرة حياة كريمة لسيادة الرئيس مشكورا بدأ فيه إجراءاتها على مستوى مصر، 10 محافظات، 50 مركز، 1500 قرية. النهاردة المصريين المتطوعين بينضموا لهذه الحملة، حملة حياة كريمة. النهاردة الشوارع بتترصف،
انا بشكر سياده الرئيس وببلغه شكر اخواتنا الصعايده واخواتنا الفلاحين في كل قرى وربوع مصر، بيشكروا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ النهارده الشوارع بتترصف في القرى، النهارده بيوصل لهم الاتصالات والكهرباء والبريد والاسعاف والصحه. هيخشوا القريه هيخرجوا منها فيها كل حاجه، فيها كل الامكانيات لحياه كريمه. وجاتني رسائل من بناتنا وستاتنا ورجالتنا واخواتنا في صعيد مصر ومن فلاحين مصر في كل قرى وربوع مصر، بيقولوا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيشكروه ليه؟ عشان حس بيهم، بيشكروه عشان بعت لهم الرجاله تشتغل تطلع لهم قرى نموذجيه باذن الله. يبقى في طرق ممهده، في صرف صحي، ومع الحياه الكريمه دي لازم نمنع المجرمين العتاة من شوارعنا. لازم نقف مع بعض، لازم نبقى ايد واحدة، وباب التطوع مفتوح لمبادرة حياة كريمة. يا رب يا كريم يا عظيم يا حليم يا حنان يا منان، نكون نفعناكم بحاجة وتكون رسالتنا هادفة. واشوفكم على خير. برنامج ضد الفوضى وائل أبو شوشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.